ندوس على علامة البلس نختار دوكومنت. يعني ميزة برنامج الأوفيس إن فيه وورد وإكسل وباوربوينت، وأنا هفتح الوورد دلوقتي وأدوس على بلانك دوكومنت. كنت عاملة كوبي للنص فهنسخه دلوقتي وأعمل له بيست وأختار العلامة اللي على الشمال وهبدأ أحدد النص علشان أشتغل عليه. هبدأ أدوس على العلامة اللي على الشمال هيطلع لي الهوم. الهوم لو دوست عليها هيطلع لي كل الاوبشنز اللي موجودة، هوم وانسرت ودرو ولي اوت وريفيو وفيو. انا خلينا في هوم دلوقتي علشان احدد واتحكم في نوع وحجم الخط واميزه عن باقي الكلام. لو انا مثلا عايزة الكلام ده كله نوعه مش كاليبري، ادوس على كاليبري دي واختار هيجيب لي كل الانواع. هختار مثلا الاريال. لو انا عايزة الحجم الخط اللي عندي وليكن 12 مثلا هخليه 12. لو انا عايزة حجم الخط بتاعي مميز شوية، لو انا عايزة العنوان بس المميز فهختار بولد، فهيخلي لي الخط نفسه عريض مش زي باقي الكلام. ممكن اخليه ايتاليك مايل او ممكن اخليه تحته خط اندرلاين. ممكن لو انا مثلا عندي جملة وعايزة اخليها ان هي كأنها متشخبط عليها فاختار اللي هي العلامة اللي هي الاي بي. ممكن ارجع عن الحاجة دي ان انا ادوس علامة الاندو اللي على جنب اللمبة. طب لو انا عايزة اخلي الجملة دي متعلمة بماركر ادوس على كأنها متعلمة بماركر، يبقى ادوس على الهايلايت واختار اللون اللي انا مثلا عايزة احدد بيها وليكن اللون الرصاصي. عايزة اخلي لون الخط نفسه باللون معين فاختار فونت كولر لونه ايه وليكن اخضر، فلون الخط بقى اخضر. طب لو انا عايزة اخلي البوينت دي في شكل ارقام او في شكل بولت معين، فاما هختار البولت ده وهختار الشكل مثلا وليكن السهم، او هختار شكله ترقيم نمبرينج 1 2 3. لو انا عايزة مثلا رقم 2 و3 دول بوينت فرعية تحت البوينت الاساسية اللي هي الاولى، يعني 1 تحتيها 1 2، يبقى خل ادوس على علامة السهم اللي على اليمين فده بقى نقطتين تحت نقطة رئيسية. طب لو انا عايز اخلي الباراجراف بتاعي ده لو انا بكتبه من العربي يبقى ناحيته اليمين مش الشمال، يبقى ادوس على علامة الكيو. اوكي. طب ممكن برضو اخلي الباراجراف ده على كله على اليمين او كله على الشمال او اخليه متوسط يعني في نص الصفحة. ممكن برضو ان انا اظبط الباراجراف بتاعي بان انا ادوس على الباراجراف فورماتنج علشان احدد الحجم بين السطور، المسافة ما بين السطور اللي هي اللاين سبيسنج، واختار مثلا عايزة الحجم بتاعي بين السطور المسافة 1.5 مثلا وليكن. كده خلصنا اهم التولز اللي موجودة في الهوم. نيجي بقى على الانسرت. ممكن اعمل انسرت البيكتشر او تيبل علشان اكتب فيه البيانات بتاعتي، الرقم القومي، اسم الكلية، اسم المادة وهكذا. ممكن ادخل اشكال، ممكن ادخل لينك او اي حاجة انا عايزاها. بعد كده عشان اشوف عدد الكلمات بتاعتي ادوس على الريفيو واختار الورد كاونت. بيجيب لي عدد الصفحات وعدد الكلمات وعدد الحروف كمان بمسافات او بدون مسافات. وفي الاخر خالص لو انا عايزة احفظ الملف بتاعي هدوس على الثلاث نقط اللي من على اليمين من فوق وهختار سيف لو ده حفظ عادي. طب لو عايزه احفظه كبي دي اف فهقول برنت، هدوس على كلمه برنت هيظهر لي صوره دلوقتي. هو ده هيبقى شكله كبي دي اف، فهحفظه ازاي كبي دي اف؟ هدوس على بي دي اف اللي على الشمال دي وابدا اسمي الاسم بتاعي مثلا وليكن البحث. وعايز احفظه فين؟ بدوس هنا وادوس مثلا انا عايز احفظه في الدولة وبعد كده اقول فيه.